الخير عليكم يا الاحباب، صبحت عليكم بالخير. وش راكم؟ ان شاء الله مع الصحه، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا دائما في صحه جيده يا ربي. اليوم راح نعطي لكم اون غوسيت تاع ان كيك او سيترون افيك لا كريم ليكيد. اليوم راح نعطي لكم ان كيك كي تري تري ليجي على باز دو لا كريم ليكيد. تابعوني في لا غوسيت يا الاحباب. غوسيت تاعنا اليوم لو كيك او سيترون، راح نستعمل صفر البيض. نتوما تقدروا تستعملوا لوف اونتي. انا رايحه ندير دو غوسيت ونجرب بيناتهم، بين صفر البيض وبين اوف اونتي. صحيح دو كيك او سيترون نهار اليوم اللي راح ندير. انا عندي 160 غرام تاع السكر، نقصت شويه تاع السكر باسكو لا غوسيت تقول 185 غرام تاع السكر. كما انا رايحين نديروا لا كريم ليكيد ا 35% دو ماتيير غراس، يا تخو دو ماتيير غراس، انا رايحه نقص في السكر. انا عندي 100 غرام تاع لا كريم ليكيد، لا كريم ليكيد ا 35% دو ماتيير غراس. واللي ما عندوش 35% دو ماتيير غراس يقدر يدي لا كريم ليكيد ا 30% دو ماتيير غراس اللي تتباع في الكوميرس. 143 غرام تاع الفارينه، لا فارين تاع نهار اليوم راح نستعمل لا فارين تيب 55 باسكو نو شيرشون لو غو، نحوسوا على لو غو. 60 غرام تاع الزبده، الزبده دايبه. 4 غرام تاع لا لوفور شيميك، شويه تاع لا فاني، ومبشور تاع القارص. تحبوا تدو مبشور تاع القارص الاخضر، تحبوا تدو مبشور تاع القارص الاصفر. مبشور تاع القارص الاخضر الى بلوس داروم، الى بلوس دو غو. هنا با بلانشير لي زو افيك لو سوكر، قاعده في لا باتيسري، سي اون ريغل في لا باتيسري، توجور كين فو كونت اون فو بلانشير لو سوكر افيك لو جون دو، دائما نديرو السكر اولا، بعد نديرو صفر البيض. باسكو علاش؟ لو سوكر يل برول لي زو، يدونا واحد لي غريمو فيهم ويخسرلنا السكر نتاعنا، يخسرلنا البيض نتاعنا. On va les blanchir. كما راكم تشوفوا، انا بلانشي، انا ميلونجي، خلطنا صفر البيض مع السكر. عندنا رايحين نعملوا مبشور القارص الاخضر، نحبوا نقدروا نديروا مبشور وسي القارص الاصفر. في خاطركم نقدروا سي نعملوا صفر مبشور القارص الاصفر، اللي ما عندوش مبشور تاع الخضر نديروا الاصفر، ما كاش مشكل. نعملوا لا كريم ليكيد، اون فا ميلونجي. انا الحين نغربلو الفارينه، دايما الفرينه نديروها مع لا ليفور شيميك، ونغربلو كلش. هاو ميلونجي على لاد دو لا ماريس باش ما طيحلناش لا ماس. هنا نعملو لا فاني، ونعملو الزبده. الزبده لازم تكون دايبه، حنا نعملو الزبده دايبه. تقدروا نتوما تعملو لا مارغارين، بصح سا سرا با لو ميم غو كي نعملو لا مارغارين والزبده. هادي الزبده 82% دو ماتيير غراس. هنا راحين نعملو زبدة، ندهنو المول تاعنا بالزبدة، فوالا بهاد الطريقة هكدا دايما. من الفوق، من التحت للفوق هكدا. دو مولا كيك اللي عندي شويه كبار. انا وزنت لاباري كيك سيترون واحد 900 غرام دون شاك مول، نحيو منو غير شويه هكذا
نحيو منو هاد هادي هاد لابارتي هادي ما نعمروهاش باش كيطلع لنا يكون بيان. هنا لا كنا وجدناهم الصباح رانا رايحين نطيبوهم العشيه، ولا كنا وجدناهم العشيه رانا رايحين نطيبوهم غدوه من داك، نفلميوهم ونديروهم في الفريجيدير. تاع لو كيك اللي درتو افيك جون دو، وهذا درتو افيك ان كيك افيك لوف اونتي. لي دو كيك و سيترون اللي عملناهم البارح خليتهم في الفريجيدير توت نوي، رانا رايحين نطيبهم على درجه الحراره 150، نخلوهم 45 دقيقة. هنا رانا رايحين نعملو لهم لو ديكور لي حبينا. أنا عندي دي بيستاش هنا، نتوما ديرو لي زامون ديفيلي، ديرو أي حاجة. هنا عندي دي نوا تانيك، نتوما ديرو واش حبيتو. هاو ما ننساوش على ماتشي تاع لا كويسون، رايحين ندخلوا الكوتو باش نشوفوا لا طابو لا لا لا، وكل واحد والفرن تاعو. لي دو كيك سيترون اللي درناهم نهار اليوم راهم طابو، انا طيبتهم بلوس دو 45 مينوت بارابور لو بوان اي لو لا لا باغي درتها من داخل. نتوما توجور و سورفيي لا كويسون تاعكم كيفاش نديرو. اون فا بينيتري ان كوتو كي نشوفو فوالا لو كوتو هنا ما رجعنا من والو، سيك لي كيك نتاعنا راهم طايبين. دوكا ما رانيش حنقطعهم اليوم، باسكو لو كان نقطعهم راهم يتكسرو لي، راني حنخليهم يبردو. راني رايحه نفيلميهم توجور، نفيلميو لي كيك نتاعنا تقعدو ناطريين غير يبردو. راني رايحه نديرهم في الفريجيدير ومن بعد باش نقطعهم. نهم بيان خلوهم يبردوا على تمبيراتور امبيونت، مالك نديرهم في الفريجيدير باش نروحو نقطعو. خلوهم واحد ساعة ساعتين، ميم نخلوهم الغدوة من داك تاني كيجيو بيان باش نقطعوهم. هنا لي كاك سيترون تاعنا فيلميناهم كي كانوا سخونين، كي خرجناهم جوست من الفوق فيلميناهم ديناهم فريجيدير باش نقدروا نقطعوهم. هنا راني رايحه نحيهم من المول. هذا اللي درناه بصفر البيض، وهذا اللي درناه باللوف اونتي. هنا نروحو نقطعوهم. هنا نروحو نعملو شويه تاع الناباش غير من الفوق سو لو كيك نتاعنا. نبداو شكل شباب كي نديرولو الناباش، نقدرو نديرو مام الناباج منا، جينيرالمون نديرو غير من الفوق برك. هنا نروحو نعملو مبشور القارص، نخدم من الفوق برك شوية هكذا.
شويه قرص الاصفر تاعك. لي حنستعمل لو سكر غلاس من الفوق، لي حاب يدير لو سكر غلاس يعني يخليه هكذا. انا دائما بور لو ديكور نستعمل لو سكر غلاس نيج، لو سكر نيج هذا اللي يشد لي لو سكر ديالي هذا، باسكو لوتر سكر نستعملوه في لي في غاتو هذاك ما يشدش بيان، هذا اللي ان بو شير شويه شير، هذا نخليه غير بور لو ديكور برك. نروحو نقطعو، نقطع جوست اون بارتي برك. نقدم لكم يا الحباب لي دو كيك سيترون اللي درناهم منها اليوم، درناهم افيك لا كريم ليكيد 35% دو ماتيغ غراس، سينو ديروه افيك 30% دو ماتيغ غراس. واحد درناه بصفر البيض والاخر درناه بالبيض اونتي. كوم الى اللقاء لا بروشين فيديو ان شاء الله يا الحباب.